نحكيو على وضعية صحية كارثية في بلادنا حسب كلام المختصين والأطباء، نحكيو على مستشفيات عمومية أيضا وضعيتها كارثية، عدد الإصابات ارتفع على الآخر، عدد الوفيات كذلك سجلوا في 70-80 وفاة في ظرف 24 ساعة فقط. الإجراءات الحكومية ما عادش باش نحكي عليها على خاطرها أثبتت فشلها بالدليل وبالأرقام والمعطيات الرسمية. أنت كمواطن تونسي شنو تقترح؟ نقترح التلقيح في تونس، لازم الشعب التونسي كل يلقح. فشلوا حتى انهم مش يلقحون، منظومة التلقيح ديجا كلها فاشلة، فهمني؟ ديجا 400,000 تلقيح في تونس، شنو باش نعمل لك سامح؟ ها؟ تاع ضحكة، تاع ضحكة. المواطن التونسي ما عندوش ثقة في الحكومة وفي بلاده. ها؟ كي جا عنده ثقة في بلاده كيما البلدان الأخرى، عادي يمشي يلقح ديريكت، أما كي هو ما عندوش ثقة في بلاده، مش باش يلقح، فما حتى مواطن باش يلقح لك هكاك. ما وفروش راه 12 مليون تلقيح، وفروا 400,000 تلقيح، شنو باش يعمل 400,000 تلقيح كوان في تونس؟ ها هي الكورونا الصحيحة اللي في تونس هي الحكومة، مش شنو تعب تزيدني، شنو تعب تزيدك آخر ولا وتزيد الشعب التونسي كل مشوية شطر مشوية. حتى كي باش نقترحوا الحجر، حجر الشامل مش باش ينجح، معناها ثم عباد زويولة، ثم عباد بطالة، ثم عباد تخدم في القهاوي ريستورونات ما نجموش، والدولة باينة بالكاش اللي ما تنجمش تعطي البلوس للحكاية هذي. دونك الحل الوحيد لكل واحد يستحفظ على روحه ولا أكثر لا أقل. أنا نخدم أنا تو في النقل في شركة نقل تونس، نشوف الوضع معناها، النقل أكثر واحد يجيب الوباء معناها، العدوى وكل شيء من النقل زاد، والأسواق برشا حاجات معناها ما عندك حتى حل. الحل إسراف التلقيح ولا أكثر لا أقل. الحل يا إما مستحيل باش تسكر الحدود من جديد، خاصة انه يعني الاقتصاد برك، مستحيل انك تسكر وترجع العباد في ديارها، فما ناس باش تموت بالشر، حقيقة الناس باش تموت بالشر. واحد يخدم في قهوة ولا يخدم في مطعم، شنو ذنبه؟ شنو ذنبه وقت اللي فما شكون غلط غلطة عمره وغلطة كارثية وحل حدود، سيت هو يتنعم في خير ونعيم، حتى كان يمرض يمشي لقح، حتى كان يمرض يمشي الكلينيك يلقاو له اي حل، فهمني؟ لكن الزوالي المسكين اللي يمرض ويلزم يوكل عائلته. انا قمت بواجبي. كيفاش؟ عملت الاناليز تاعي، عملت تلقيح. ان شاء الله بالشفاء. عملت تلقيح. خذيت الجرعة الأولى من التلقيح. الأولى، الثانية في افري في ماي. موري ورا، إن شاء الله تونس الكل يمشي. إن شاء الله تونس الكل يمشي. راهو فايدة الناس الكل. شلا الناس كل يمشي. شنو التلقيح اللي لقحوه لك؟ ما هو نوع معناه؟ فايزر، فايزر. فماش حتى تأثيرات لاباس؟ لا 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 الحمد لله. تبقى عمري أنا؟ قد 77. اللهم صل على ربي فضلك. عملت قمت واجبي إن شاء الله كله يمشي إن شاء الله والله. وقتاش لقحت يا باب؟ طبعا لقحت نهار اثنين. لا لا نهار الخميس. أن جودي. الجرعة الثانية بعد أسبوعين. لا الجرعة الثانية لتروى مي، تروى سانك، تروى مي. أي فولا بعد جمعتين ثلاثة أفابري هذيك الثانية. عملنا الأولانية ديجا الباب فايدة. أنا واحد من الناس عمري توا 68 سنة ريتريتي، وشو نقول لك أختي، وأنا كنت أخدم في الصحة، بقينا أنا سجلت معناها التلقيح وعندي حساسيه التونسيون، الله ربي يعفو بكم فهمتني، والتو هاو نستنى وين الاجراءات الحكوميه، فما شيء ما سمعنا شيء، ما فهم شيء، لا جاني ميساج ولا جاني حتى شيء، انت ولا ناخذ في دواء معناها كل 3 شهور ناخذ دواء ب 200 دينار، فما حتى شيء معناها الاجراءات تاع الكورونا بنتي، شو نقول لك، لا غالب لا غالب، الله يهديهم هكا، هو ما فما شيء. الحل يلزم الناس تفيق، يلزم الناس تفيق بنت، يلزم الناس تفيق على رواحها، شو نقول لك؟ هذايا وباء عالمي، مش وباء عالمي فهمتي؟ ويلزم الناس تفيق تحتفظ معناها ترد بالها، كما تو بالكمامه واحد يخرج شوف شر الناس من غير كمامه، تشوف فيهم هكا ولا؟ والله وقت ها كمامه اخرى في مكتوبي نلقاش واحد، انا نمدها له ساعه نلقاش واحد قدام نمدها له، ما عندوش كمامه. اما تبقينا الانسان لازم تحفظ الروح اختي، بخصوص الكبير كيفي انا في عمري انا 68 سنه. ربي عايش 68 سنه وماشي ناخذ نقضي في قضيه، يلزم يمشي يدخل المرشي وتعرف مرشي يلزم يلبس كمامه. ما فماش اكثر من الحجر الصحي، خاطر وصلنا النقطه
تاع ضرت برشا ناس واستهلك برشا ناس، والناس ماهيش واعيه ماهيش فايقه، والناس قاعده مستهتره برشا زاده. الحكومه خلاتنا واحنا زاد عندنا مواطنين مستهترين برشا. انا نقترح كان حجر شامل حتى اسبوعين يعني. والناس الزويوله يقول لك ما عنديش عشاء ليله، ما هي الدوله لازم توفر لهم، الدوله هي لازم تعاونهم، هي الدوله لازم ماشيين يعطيوا للوتله ويعطي الواحد 500 مليون و 520 مليون ويسلموا في الناس اللي مساكن عندهم نصب وعندهم باتينديات مساكن ما يخلطوش، هو يخدم وما يخلطش. يبغناك فوق انا نقترح الدوله تتلابيهم اكثر فئه تلابيه. ما نلومش زاد على الحكومه زاد على الشعب، اذا حتى مو شنو لسان الحكومه مو التلفزه. التلفزيات بتاع العالم كلها تتكلم على الكورونا، اذا المواطن فاشل موش واعي ايش قاعد يصير سامحني. حتى هو التونسي بطبيعته ناس يعرف البلاوي يخبى اولاده، كيفاش ما يلبسش بافيت كمامه يعني، كيفاش ما يسمعش الاخبار شنو يصير في الهند موته بالملايين، كيفاش ما تعرفش شنو اللي قاعد يدور في الصين. وقت اللي حافظوا عملوا ديسيبلين من اقوى الديسيبلينات في العالم هي في الصين، وقفوا الكورونا جمله. علاش؟ خاطر الانضباط. اما انت ويحب يشرب قهوته نصف الليل هاو ترشنو هاو، انت كن واعي بنفسك الصحه صحتك وعائلتك بالكل شيء حطهم قدام عينيك، وهذا يختار ديها مع الناس الكل. علاش تعملك انت حر دبر راسك تحب؟ ربي يقول لك ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه، برا اعمل كيما تحب، اعمل ايش تحب، انت حر. ما تراش انه الدوله كذلك مقصره؟ لا 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 لا, لا المواطن ما تيجي يكون واعي. مش المواطن اللي يفتح الحدود نهار 27 جوان الماضي راه يفتح الحدود ولا ما يفتحش يعمل شي يحب الحاكم، انت شد دارك قال لك تحب شد دارك شد دارك. فما عباد ما عندهمش عشاء ليله، هذيك حاجه اخرى. هذيك المجتمع المدني لازم يكون واعي، خاطر الحكومه توا مازالت ما شدتش روحها، ماهيش متنفسه الحكومه، ضاغطين على بعضهم ضغط قوي. انت كمجتمع مدني انت بالانترنت باللي تحب انت شوف المواقع الحساسه بتاع تونس السخونه هذه ملاسين حي هلال واحد، اعمل بادره شبيه شويه. الاغنياء بتاع تونس اكثر من 6000 ملياردير، وينهم هذوما؟ شبيهم حتى واحد ما يحل فمه. تنزل على الحكومه والفلوس ما عندهاش فلوس الحكومه، ما نلوموش عليها برشا. وينهم الملياردارية حتى واحد ما حل فمه؟ نهبوا 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 نهبوا، على الاقل اعمل جهاز في الفتره هذه بتاع الكورونا. انك تخدم في شركه نقل تونس واللي هي تعتبر اليوم نظرا للاكتظاظ، نحكيوا على المتروات والكيران وغيرها، اكثر بلايص تقريبا فيها اكتظاظ والعباد لاصقين لبعضهم مش كيما مثلا في الشارع، فماش هكا سياسه للوضع الاستثنائي هذا؟ ما نعرفش يزيدوا في عدد الكيران في عدد المتروات. والله شو باش نقول لك، اول حاجه في شركه نقل تونس عندها اسطول متهري، انا نخدمه بشطر ولا اقل من شطر معناها من المطريه هذه حاجه، وبرشا افاريات عندنا معناها ما عادش يتحمل الاسطول الشارج هذاك. اون بليس الشعب لازم يفهم راه شوي، مترو يجي يستنى اللي وراه على الاقل، كار يجي يستنى اللي وراه. صحيح انا يعاني المواطن، اما شنو باش نعملوا؟ ما عندك حتى حل. اللهم كانوا يعاونوا باللي لي جراند تاكسي وواحد باش ندخلوا البريفي وواحد وكل شيء، اما راه نقل تونس هذاك هو المستوى، راه ما نجموش نقدموا اكثر من كيكه بالكل. شنو نقول لك؟ الوضع هو راه وضع كارثي في الحكايه هذيا، راه معاناه منا ومن عندنا نحن حتى من المواطنين، معناها حتى عندنا نحن خدامها فيهم مازال مضروبين بالكوفيد معناها مرض من جراء الاكتظاظ هذا، ما فما حتى حل. هذاك هو وضع البلاد، ما نجموش نزيدوا نقدموا اكثر. انا يعني قلت لك كل واحد لازم يستحفظ على روحه ويستحفظ على عائلته ولا اكثر لا اقل. عايشك عايشك سلامه. السبب وقت اللي وصلنا لصفر حاله تحلت الحدود، يعني بعد هذا زيد باش نحكي وقت اللي وصلنا ركحنا الامور صفر حاله وكنا نجموا ننطلقوا نعاودوا نرجعوا الاقتصاد يخدم من جديد في وسط البلاد، حلينا الحدود. هذيك اكبر غلطه، وتوا ما عادش فما امكانيه انه نرجعوا لكيما كنا قبل. في الفتره هذيك الحاله اصبحت تقريبا مستحيل لمها. انا باش نرجع معاك للاسباب خاطرها نقطه مهمه جدا. تفتحت الحدود يوم 27 جوان 2020، وقتها كنا نسجلوا احنا في صفر حاله. من وقتها لليوم سجلنا اكثر من 9000 وفيات، مش باش نحكي على المصابين، 9000 روح في البلاد هذه. علاش ما تحاسبوش اللي حلوا الحدود؟ هذا هو اللي كنت باش نقوله، فهمني؟ قلت الحاله ما عادش ممكن لمها، لكن للاسف حتى واحد ما هو قاعد يتحاسب في البلاد هذه على اي غلطه يعملها.
من المفروض الناس هذم اللي خذوا القرار هما اللي يتحاسبوا.